مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. نحن اليوم يعني عام رزنامة العام 2019 عم تنتهي، واكيد مع ان شاء الله بتنتهي كل مقاسي هالسنه يلي حملتها. نحن البدايه مع المعلومه. بمعلومتنا اليازا ببيان صدر عنا ضمنته إرشادات لتلافي المزيد من حوادث السير ليلة راس السنة، لأنه العام 2019 كان عام مأساوي بامتياز على الطرق اللبنانية، سجل سقوط أعداد هائلة من القتلى والإصابات حتى اليوم على أوتوستراد المتن السريع قتيل وجريحين. البيان لفت أنه الأعياد هي مناسبات للفرح ولقاء الأحبة، فالمطلوب عدم الإفراط في تناول الكحول، التذكير بضرورة انتداب سائق من كل مجموعة ليلتزم عدم تناول الكحول قبل القيادة، مطالبة قوى الأمن الداخلي بقمع مخالفات الكحول في حال تجاوزت الكمية نص جرام بلتر الدم، ضرورة استعمال حزام الأمان، أهمية جلوس الأطفال حتى الثامنة في كرسي الأمان، الإرهاق الجسدي الناتج من كثرة التنقلات بفترة الأعياد بيؤدي لتزايد عدد حوادث السير، لذلك يجب الانتباه، تذكير أهل وأصدقاء الشباب ما بين عمر 16-27 سنة إلى ضرورة لفت نظر هؤلاء الشباب بشكل هادئ إلى الأخطار اللي بيتعرضوا لها، دعوة مختلف وسائل الإعلام ضرورة تذكير المواطنين بمخاطر القيادة ليلة راس السنة، وبتذكر لياز المواطنين ضرورة التزام مع إشارات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر وصيانة المركبات قبل فصل الشتاء، خصوصا بالنسبة للأشخاص يلي بدوا يسهروا بالمناطق الجبلية حيث تصعب الرؤية، وغالبا ما يكون الجليد عند ساعات الفجر الأولى اللي بتترافق مع عودة الساهرين إلى من سهرة راس السنة. متابعات. بمتابعتنا معنا مباشرة على الخط مدير عام وزارة الأشغال العامة الأستاذ تونس بوروس، يعطيك العافية. الله يعافيك. أولا بدي أقول لهم لكل الشباب يلي بيشتغلوا بجرف الثلوج أنه قبضوا 2019 وكل المستحقات، وهلأ عم ننطلق بموسم جديد إن شاء الله بيكون موسم مهم على صعيد التزلج للهواة، ولكن كمان يكون في أخف من المطلوب من حوادث. فمن هيك سعادة المدير، أخذين كل الاحتياطات على الطرقات الجبلية؟ نعم، يعني جهزنا كل الآليات يلي هي عم تشتغل صار بصورة متواصلة، صار من وقت اللي بدأت العاصفة على المناطق المرتفعة ابتداء من 1500 متر وطلوع، وان شاء الله انه الامور بتضل ماشي بطريقه مضبوطه، كل التجهيزات موجوده على الطرقات العامه، واخذين احتياطات لليله راس السنه انه نحن ما موجودين على الطرقات، وعملنا ورش طوارئ موجوده وين ما كان، بتامل المواطنين يتجاوبوا مع ارشادات الدفاع المدني والاجهزه المعنيه، نحن متواجدين على كل الطرقات، بتامل منهم يسوقوا بتروي وبهدوء ويتجنبوا الايام باعمال انه تسبب خطر عليهم وعلينا، بنفس الوقت انه يطلعوا ويعملوا أفراد على التلج بليلة راس السنة أو يطلعوا لمحلات بعيدة، لأنه نحن ما بنقدر ندرك الطرقات العامة من الحق والمطرح ما هن موجودين، فبترجيهم أنه ما يطلعوا على الأماكن الخطرة هذه بتسبب أخطار لإلهم ولإلنا بنفس الوقت، لأنه من يومين تاه أحدهم بصنين، يعني كمان أنه الواحد ما بده يخاطر بهيك طقس. مزبوط، لأنه بفتكروا أنه السيارات اللي معهم أو الآليات اللي معهم أنه عندها القدرة والفعالية تطلع على المناطق العالية من دون ما تعلق بالثلج، وهذا ما عم بيكون مزبوط، لأنه سبق كتير حوادث لحقناهم على آخر لحظة، فمترجيهم ما يطلعوا لهالمناطق هيدي، ومترجيهم يطبعوا الشباك والأمن الداخلي ودلوا على الطرقات العامة ويسوقوا بهدوء ويسوقوا على مهلهم وحفاظ على السلام العام والسلام المروري، خصوصا متخوفين من الجليد يمكن اكثر كمان هالسنه. ونحن عندنا احتياط لهالشيء، نحن جهزنا الملح بكل المراكز تقريبا واليات المعده لرش الملح، فان شاء الله انه الامور تمشي بطريقه مزبوطه، ونتمنى انها تكون سنه خير على الجميع وكل وعيد وكلهم مبسوطين ومرتاحين. هيدا يلي كلنا بنتمنى. انا بدي احييك مدير لكل التواصل معك على مدى سنه مع كل العاملين معكم، حتى اقول لما بيصير في تعاون بين الناس وبينكم كوزاره أكيد كتير شغلة أساسية ومهمة، وينعاد عليك بالصحة وبالأيام الحلوة. شكرا لك سعادة مدير عام وزارة الأشغال تونس بولس. فاصل ومنتبه.
منتابع الحل عنا ومنتابع المتابعات بسهيلة. نهاية الأسبوع الماضي على غزارة الأمطار فاضت بشارع 25 ودخلت أحد البنايات، فتواصلنا مع رئيس البلدية دكتور فادي شمالي اللي قال أنه على قوة الأمطار هالمي كانت أول شيء تنزل مجارير، ولكن في جنينة وهيدي الجنينة كان أول شيء ينزلوا مي مع الصرف الصحي. البلدية وضعت ترومبا حتى تحمي أكيد هالبنايات، ولكن إذا صاحب الديبو اللي موجود فوق بياخدوا احتياطات، وإذا أصحاب البناية بيحطوا تصريف للمي بيفتكر بيمشي الحال، ما بيعود تكون في كل ما شتت الدنيا بغزارة تنتلي بيوتهم. وعلى كل حال وعدني رئيس البلدية أنه رح يتواصل مع المعنيين حتى تنحل هالمشكلة، يعني بتنحل بشغلتين، صاحب الديبو موجود هو من عنده يعالج الوضع، والبناية يعني تحت شوي إذا بنعمل أنية صرف أو أي شيء لصرف الماء بتخف شوي أكيد غزارة الأمطار بطل تدخل على البناية. نحن عم نتواصل مع رئيس البلدية اللي وعدنا أنه رح يحكي مع المعنيين بهذا الموضوع. بالنسبة للأرقام المميزة كتار عم يسألوني أنه إذا لازم يدفعوها، نعم لازم تندفع رسمة قبل نهاية 2019، يعني بعد في بكرة، لأنه في عليها غرامة 10% كل شهر تأخير، وبتندفع أو بالنافعة بالدكوانة أو بالليبون بوست فقط لغير، يعني لكل يلي عم يسألوا الغرامة موجودة 10% عن كل شهر تأخير، وآخر يوم للدفع هو بكرة، الدفع بالليبون بوست أو بالنافعة فقط. حبيت أقول هالشي للمواطنين حتى ياخدوا احتياطاتهم بالموضوع. ما بعرف إذا في تليفونات اليوم. الو الو، اهلا مدام، تفضلي. بونجور، انا حكايتك قلتي لي بدك تحولين عند مدام ربيكا. ايه حولتك، تفضلي. يلا انا ربيكا معك، تفضلي. الو الو مدام ربيكا، بونجور. كل سنه انت سالمه. وانت سالمه يا رب، تفضلي. بنعد عليكي. وعليكي بالصحه. ايه انا حكايتك من سمعتي، مشان عندي بالبنايه المن هيدا عملتي لي نطرتك لا تردي بالبناء. ذكريني وين، ذكريني لانه بيجي كثير خلف سان جوزيف. ايه ما جاوبوني ببلديه بيروت. طيب شو بدي اعمل حبيبتي؟ عرفتي؟ يعني نحن بننطر جواب، حتى الجواب اللي بيعطونا اياه نعطيك اياه. ايه عرفتي؟ هلا يمكن لانه وقفت اعياد، بس انا ماني ناسي الموضوع، رح تبع لك. تكرم عينك. في اتصال اخر؟ دايما مع وقفة العيد طبعا يعني في كتير من المؤسسات بتكون من همكي حتى تعمل جردة السنة إذا بدنا نقول، وفي مثلا مثل أوجيرو ما بعودوا يقبضوا فواتير التليفون لاثنين الشهر، لأنه قبل بأربعة أيام من السنة بيوقفوا، وفي كتير ناس ما نعرف، وفي ناس بتنغش مثل ما أنا نغشيت، غشوني بأنت الياس، بعتوني على جديد تفاجأوا بوجودي، فكروا في شيء، قلت له لا، قالوا لي في أدفع عندكم، قال لا مدام تعب اثنين الشهر، ماشي الحال، بس حبيت أعطيها معلومة. باخد اتصال. ألو ألو ألو، أهلا، تفضل. بونجور، كل عيد وانت بخير مدام. وانت بخير، تفضل. خلي لي اياك مدام، انا من سنه من نعم. سنه تلفنت على المشروع على البرنامج. ايه صار لنا سنه ما في مي، اشترينا متر مي رجعنا للبيت، انا بحالات ظهور حالات. اوكي، لما زدت عيار المي صار تيجي المي؟ لا، صارت تيجي الساعة 2 بالليل. اوكي. ايه، بدي انطرها الساعة 2 لعبي جالون ماي، بعدين إذا بدنا ماي بدنا نتلفن على طول ليجي الناطور يشوف لنا السكر. ما في ماي بالمنطقة صارنا أكثر من سنة. بحالات؟ وين حالات؟ رجع ذكرني. دور حالات. اوكي. ايه، مدام يعني مش طبيعي، يعني منتلفن على الشركة بيقولوا لنا هلا بيروحوا بيشوفوا لكم. ما في ماي صارنا سنة. منشتري ماي ثلاث مرات، منشتري ماي وما في ماي. هلا ما بعرف، اشترينا متر ماي وما في ماي. طيب بس ما بعرف ليش عطوك متر ماي زيادة، ما عرفت. لا، نحن اشترينا متر غير هوليك. اه، على اساس انه غير اسطر تجي الماي، يعني بدنا ماي كيف ما كان. خليني شوف شو وضع حالات واكيد بجاوبكم اذا الله راد. صورة اليوم نشوفها سوا.
فيديو مثل ما عم نشوف هيدا حتى نتنبه للشرب اللي حابين يسهروا ليلة راس السنة أو الليلة أو أيام الأعياد. دايما بدنا ننتبه إنه هالإرشادات هي بس مش بس لليلة راس السنة، ولكن تنعيد هالسنة وكل سنة ما نشرب ونسوق. دايما منحب ننبه فيها لأنه الحقيقة 2019 مثل ما قلت بالبداية كانت مأساوية على صعيد حوادث السير، مأساوية كتير. طبعا بدي أعطيكم موعد بكرة مع آخر يوم من سنة 2019 اللي بتمنى أنه 2020 تكون 20 على 20 صحة وتفاؤل وأمل. إلى اللقاء.